تجربة زراعة عباد الشمس بالمزرعة النموذجية سلميلود بوادة ليلات بوهران تحقق نتائج جيدة بفضل المرافقة التقنية المقدمة للفلاحين وتوفير كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذا النوع من النباتات الزيتية. في قطاع اللي خدمناها مع فلاحين تقريبا واحد 30 فلاح، اللي خدم 10 قطارات، اللي خدم 1000 قطار، اللي خدم 100 قطار، كل واحد شحال خدم. جبنا نتائج، النتيجة نشفناها اليوم، درنا عملية حصاد، عملية تنظيف واستخلاص الزيوت. المرحلة القادمة هي مرحلة التعاقد مع الفلاحين من أجل الإنتاج تاع الصح. عندنا أوبجيكتيف باش نفوتوا ل 60,000 هكتار. على مساحة تقدر ب 110 هكتار تتم عملية حصاد المنتوج، وهي فرصة لتوعية الفلاحين بأهمية تطوير هذا النوع من الزراعات وتشجيعهم على توسيع المساحة المخصصة لها. رحت عباد الشمس لأول مرة في ولاية وهران، وإحنا إن شاء الله نوعوا الفلاحين ونحسوهم كغرفة فلاحية باش يكون هذا المنتوج وافر في ولايتنا ويزيدوا الفلاحين نكبروا المساحات. التجارب الأولى لهذا النوع من الزراعة أعطت نتائج إيجابية على مستوى الوطن، حيث وصل الإنتاج إلى 35 قنطاراً في الهكتار الواحد، ما يرسم آفاقاً واسعة للاستثمار في هذا المجال مستقبلاً. La conduite technique n'est pas vraiment mazal n'est pas maîtrisée par les agriculteurs. Seulement, c'est la première année تاعو. Et on voit quand même, bon, c'est vrai que les rendements ne sont pas mazal malhaqlach des rendements très élevés, mais il va y avoir quelques corrections qui vont se faire في campagnes les rames جايين القدام. في كل شبر من هذه البلاد مساحة للاستغلال، وما عباد الشمس إلا نقطة من بحر تسهم إلى حد ما في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.